لعبتوا معانا لعبة زي ما قلت في المسلسل ده، ان انت خليتنا نحب المجرمة ونكره اللي بيبحث عن العدالة، وده يعني كأنهم توم اند جيري يعني. بس الناس بقى قاعده تتكلم على لعنة الفستان الأحمر، المشهد بتاع ده على فكرة الناس الرجالة بيحذروا بعض. ايوه بدأ الفستان ولما تسألك الفستان حلو حلو قول حلو واسكت. هي دي اصلا معاناتها من البداية، يعني هي دي ان هي بتقول انا كل اللي نفسي فيه تسلم ايدك بعد الاكل. شكلك حلو قبل الاكل، يعني هي مش طالبة حاجة كبيرة، هي مش طالبة حاجة كبيرة، فهي الحاجات البسيطة دي لما بتقعد تتراكم بتبقى مشكلة كبيرة. يعني اكبر النتائج في الدنيا بتبدأ بأصغر المقدمات. يعني انت ما جبتوش شخص مثلا ايه معنف أو هو سخيف، هو زوج سخيف قوي 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 قوي، انما ما جبتوش مثلا ايه بيضربها، يعني هو سخيف. ولو بيضربها يبقى هو مجرم، لكن هنا انا ببني سنه سنه قد ايه هو سخيف. يعني سايب لها هديه عيد ميلادها 600 جنيه في ظرف، ده مش قصدي، في حد بيعمل كده وتروح ايه ايوه وحسبت عليها وتطلع ثلاث متنات على فيسبوك، حد حسب ان هو ده 600 والتورته ب 400 فهو حسب لها 200 عمل الحسبه. هو انت ليه بتعمل معايا كده؟ مش طالبه دراما خالص خالص. طب يا شريف خلاص طلقني لو انت حاسس ان خبر ابيض. ده يوم المنى، شايفه روح الباب ده؟ شايفه ده باب البيت صح؟ يلا اتكلي على الله، افتحيه واتكلي على الله. يلا رايحه فين يا ماما؟ انت متخلفه؟ رايحه فين؟ هاخد هدومي. هو انت كنت داخله البيت لابسه حاجه اصلا عشان تاخدي هدومك؟ انت مش هتاخدي حاجه، انت هتقلعي. ده مين اللي جابهولك؟ مش انا؟ ايوه يا شريف خلاص انا هقلع، انا هقلع. انا اسف معلش. ماشي بالراحة. اوكي. ميرسي أوي. أنا مهلك أنا مهلك، احنا مش مستعجلين. أيوه. بحبها دي. أنا كمان بحبها للأسف، بس محتاجها معلش. معلش. على مهلك أحسن تتقطع ولا حاجة. علقت بس ثانية واحدة. Take your time. بس كده تقدري تتفضلي. فرجت طلع يعني حضوره كان مكمل معانا المسلسل. يعني الناس طول الوقت فاكره انه اكيد هيطلع تاني، بس لا هو فرج مثل الجزء الاول بس كان حضوره يعني مستمر طول المسلسل. جات لك فكره جريمه القتل العشوائيه دي اسمها النشابه الشابه؟ جات لي وانا بتفرج على حضرتك. هقول لك ازاي. انا هكمل. انا استني بس هقول لك. استنى هم سقفوا بدري يعني اللحظه دي. استني هقول لك. يعني الحلقه خلصت. شفت مين؟ انا شفتني ماسكه النشابه. انا هوضح. انت شفتني. انا هوضح. حضرتك كنت مستضيفه الله يرحمه استاذ نور الشريف. وبيتكلم عن فن التشخيص عند الممثل في لحظه القتل. فهو بيقول هو شبه الدبانة اللي بتهشها مرة والتانية وتيجي مرة انت بتفقد الوعي اللحظة دي. انا فاكرة الحوار ده مع العظيم نور الشريف. انا فاكراه. انا قلت حلو بس ما يبقاش دبانة يبقى فرح. هو حلو بس مش دبانة، دي حاجة مفرغ. يبقى فراغ. ايوه صح، مرة فعلا كان بيتكلم كده الله يرحمه، كان عظيم. الله يرحمه. فحسيت ان دي لحظة الانطلاق. يعني بشكر حضرتك على الصوره العظيمه دي. كده ليا الهام في الهام واسهام في المسلسل. انت عايز تبني على لحظه الغضب لما تبقى فيها اكيوملي فيها تراكم. بالظبط. ما حدش جرب القتل عشان يمثله يعني، الا الله اعلم يعني. ففي كتب التمثيل احساس القتل الدبانه اللي بتزن جنب ودنك في عز الصيف وتهشيها مرة واثنين وعشرة وعشرين وتفضل تزن وانت مش عارفة تصطاديها. المرة الأخيرة اللي انت يعني كمان ممكن تمسكيها بإيدك، ممكن هي دي لحظة القتل. ليه مش حلو؟ كان هيبقى حلو لو انت لابساه مثلا من 10 سنين،
لكن دلوقتي مش سنك خالص. اسمعي مني، الفستان ده يومنا تلبسه بنت عندها 20 22 سنه لسه بقى متخرجه من الجامعه بدور على عريس. لكن لو انت لابسه مثلا من 10 سنين لكن دلوقتي 22 في الجامعه بدور على عريس. لا شغله ولا مشغله. باي اروح. وكمان الدايركشن اللي اختاره زيزو انا شايفه عظيم بصراحه، هايل هايل بالمزيكا بالاغنيه، اغنيه دنيا وائل وكريم الوايلي. الحقيقه الاغنيه مع انه هي يعني هي جملتين بتتكرر كتير بس تلزق في الذهن طول الوقت. البيبي بتاعها يعني اللي اتفرجوا على المسلسل يعني، وهي اغنيه مش نمطيه، قصدي لا اغنيه مش نمطيه خالص. كانت بتقول ايه؟ لما سبتك في حالي سيبني بقى. انتهت صلاحيه العسل. ايوه اغنيه كده فيها الدبانه. ايوه عارف نظريه الدبانه اللي هو